وبعدين يا عبد المواطي ولي قبلين يا رجالي، هناك الحساب بالساعة، الساعة الضوء تمد ايدك تاخد فلوسك توتو على كبوتو. ايوه صح، الساعة بخمسة جنيه والحسابة بتحسب. شوف المتخلف اللي جاي من 100 سنة، خمسة جنيه ايه يا جعر؟ النهاردة الساعة بعشرين وتلاتين يورو، يعني تضرب في تسعة عشرة جنيه، تعرفوا تضربوا ولا اضرب لكم؟ يا سيد يا بدوي، دي تخبط فلوس يا ولاد. ايوه بس ده ما كانش مع اي حد، اني كان ليا معاملة خاصة. الخواجة بلوتش اللي انا كنت شغال عنده كان بيعزني زي عينيه. ما فاتش كام يوم كده على وصولي، لكن ربك بقى بيولف القلوب على بعضيها. ايتها شيء تلزمه للمكان كان مسؤوليتي، يعني اكل، شرب، كوبايات، مكرونات، بتنجان قلايط كنت لازم اوجدهوله. كان يديني الباكو من هنا وما يسالنيش عن الباقي. برنس والله برنس. كان يقول لي هلال عليك الباقي يا عبد المعطي. ايوه اللغه التليني سهل كده تهرشها من اول قعده. امال ايه اللي جابك لما العيشه عنب كده؟ ايه الحرام كان ناس يا بسيوني. حرام يحكف الله الشهر. الوليه مراته والبت بنته. فاكرين البت وداد الغزيه؟ ايوه اللي كانت بتيجي المولد مع بنته. ايوه اللي كانت شبه ناديه الجندي كده. ايوه ايه شعر ايه وجسم ايه، كانت نفس القطعيه بالظبط. كانوا قطرني في الرايحه والجايه، واحده تقف لي في ملابس حمراء ملتهبه ايه، والتانيه تقف لي في اوضاع ساخنه يا ابويا يا ابويا ملتهبه برضه ايه مش عايز. وطول ما انا رايح جاي بوس بوس بوس، ما تبص قدامك يا ولد، ما كانش فيه خشي لما كرهوني في البوس، وبعدين راحوا قافشين على بعض. انا قلت حرام حرام البوس، لا حرام الوليه تخسر بنتي. قلت لها بقول لك ايه، يا اما البوس ده يكون اخوي يا اما هقول لجوزك. جمت هي يا كسبه جيت وبلغت غفر السواحل مش كده يا ابو لمعه؟ ايوه كان ليها خل في شرطه المسطحات هو اللي عكشني. ده ما تصدقوش يا رجاله، ده كان معكوش عكشه حرامي زرايب قبل ما يروح ايطاليا ولا يشم ريحتها حتى. امال ايه اللي بوس بوس والوليه وبته وهلال عليك يا عبد المعطي والنعمه تلاقي بتوع غفر السواحل هم اللي كانوا بيبسوه. بس يا ظريف منك ليه؟ ده بكم القرف ما بكمش غير في المقلسي. اوعي اوعي يقول لك انا مش حمرا ساخيني. لا قولي الاول انت نفسك في ايه؟ نفسك في ايه؟ نفسك في حسن؟ نفسك في ابو علي؟ انا اقول لك نفسي في ايه؟ نفسي بنت ورد جدك احلى بنت في اسكندريه كلها. ارجع كل يوم من الشغل تعبان، تعملي اكل بايدك الحلوين دول ينسوني تعب اليوم كله. بعد ما ناكل نقعد في البلكونه نشرب شاي، البلكونه دي لازم تبقى بتبص على البحر. تقعدي بقى تحكي لي ايه اللي حصل النهارده، ولاد رشيد يكسر لك ايه في البيت؟ رشيدي مين؟ رشيدي مين؟ رشيدي ابننا يا بت. يا لهوي انت هسميه رشيدي؟ امال اسميه سوسو؟ حرام عليك يا حسن، ده عيل صغير ما يستحملش. ايه المشكله يا بت؟ ما ابويا كان اسمه رشيد وهو صغير وكبر بقى اسمه رشيد برضه، مفيش حاجه. خلاص يا حسن اللي تشوفه. يلا ابني بقى. انت بقى قولي نفسك في ايه؟ استني انت رايحه فين؟ يا بت بقى براحتك، احنا صارفين جريها يا عم البحر. يا عم اهدى، خلاص انا قلت كل اللي انا نفسي فيه. نفسك في ايه بقى؟ نفسي تفضل معايا على طول يا حسن. بس كده؟ هاتي بقى عندنا الواجب ده بحر. ايه؟ الجنيه ده هيفضل معايا. ليه يا حسن؟ عشان الجنيه ده اللي حققك مش البحر. انا عارف ان البنات بتحب الشوكولاته، فانا قررت اجيب معايا واحده وانا جاي. والله لو البنت اللي هو والدي طبعا طلعت لطيفه هديها لها. اتفضلي. طب ولو كانت طلعت مش لطيفه؟ كنت انا اولى طبعا، يعني هو هيبقى موت وخراب ديار. اتفضلي. شكرا. انت عارف انا بحب الشوكولاته بس الدكتور منعني يعني. على فكره هو مش قاعده، يعني مش في كل الحالات بيبقى مضر، في حالات مضر وحالات عادي، مش ازمه يعني. بس انا هتلاقيني خبره في موضوع امراض القلب ده بالذات. هو انت كمان؟ لا لا مش انا، مامتي كده وخالاتي الاثنين كده وبنت خالي الصغيره برضو، يعني زي ما تقولي مرض القلب ده وراثه في عائلتنا خصوصا البنات كمان. ربنا يشفيه. فمن صغري بتعامل مع الموضوع ده على انه عادي، مش حاجه كبيره يعني، زي دور البرد كده. عمري ما في يوم يعني حسيت ان والدتي عندها اي مشاكل. اه بس يعني في ناس عندهم مشاكل، يعني انا مثلا ممنوع عني المجهود زياده، يعني ما ينفعش يكون عندي اولاد. ما ينفعش يكون عندك اولاد؟ ليه بالظبط؟ عشان زي ما انت قلت المرض ده حالات وحالات، وانا حالتي ما ينفعش معايا. هو طبعا اكيد ربنا بيحبك وعشان يختبرك بحاجه زي دي
على فكره الاطفال مش عند كل الناس حاجه مهمه يعني. في ناس بتفرق مع الاطفال، ناس ما بتفرقش، هو ناس وناس زي حالات وحالات. بس هو انا بالنسبه لي موضوع الخلفه ده مهم. هو انت طبعا انسانه كويسه واكيد ربنا شايلك حاجه احسن، انت انسانه جميله وكويسه.